They know I can't deny that. Never know people. Yeah, I'm not, Cristo, oh, بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان الى دهر الدور كلها دائما ابديا امين. مين اللي اتاخر فينا انا ولا انتوا؟ او مش كلكم يعني؟ لا انا عايز اقول حاجه ان سيدنا هنا من الساعه 6:15 يعني ستفتكروا ان يعني لا جاي من بدري بس كل شويه 7:30 نشقر كده الناس ما جاتش طب 8 الا تلت اتها شويه كده. ايه عندنا نكمل حدوت امبارح مش كده؟ وبعدين اسئله ابونا اللي قالها مش هنطول في البيت الحدوته نحاول نركزها شويه. احنا امبارح مين كانش موجود امبارح؟ اوكي امبارح بدأنا الكلام عشان اللي ما حضروش امبارح بتركيز شديد اقول عن قصة اول مهاجر في تاريخ البشرية ابونا ابراهيم. شفنا ازاي ابونا ابراهيم ربى ابنه صح ودينا مثل بتاع خضوع ابنه للذبح بيعبر عن بنوة خاضعة الى ابعد حد تعبر عن مبادئ وقيم روحية. ابنه كبر ابراهيم كان في ارض غربه زيكم كده بس ما كانش فيها حد خالص من نفس الثقافه ولا نفس الايمان. فابراهيم كان عاوز يجوز ابنه جوازه ناجحه. فاتاري ابراهيم عارف اللي احنا مش عارفينه. عارف ان الزواج الناجح له شروط من ضمنه نفس الايمان نفس الثقافه ان لازم ربنا هو اللي يختار ويبقى له دور في الاختيار. وان لازم في علامات الهيه واضحه تؤكد ان ربنا اللي اختار وان لازم الكل يبقى فرحان العروسه فرحانه والعريس فرحان والاهل فرحانين الدنيا ماشيه سهله كلها يبقى هنا نطمن ان الجواز ناجح. ودي كانت النتيجه الاخيره فعلا زي ما الكتاب قال رغم ان اسحاق كان بيشوفها الاول بره يقول الكتاب واخذ رفقه فصارت له زوجه واحبها وكمل الكتاب يقول فتعزى إسحاق من بعد موت أمه. بداية طيبة جدا بداية مثالية تعبر عن كيفية
التعامل في اختيار شريك الحياة بداية نحطها قدام كل أب وأم يبدأ يوعى ابنه وبنته في سن مبكر شوية في هذا الأمر. بداية طيبة نحطها قدام الأباء في إرشاد ولادهم. أباء الكهنة أعني أقولها للخدام، انتبهوا وعلموا الأولاد في الهاي سكول أو بداية الجامعة المبادئ الأساسية للاختيار بتاع الزواج الناجح، الزواج المتوافق. طبعا الاثنين اتجوزوا بعد ما كانوا بيبحثوا عن الزواج بقوا زوجين، وبعد ما بقوا زوجين بقوا أب وأم. وهنا النصف الثاني من القصة. إذن حديثنا النهاردة هو موجه من خلال نفس الحدوتة للأباء والأمهات، نخاطب فيها أبوتهم وأمومتهم. عرفنا أنه إسحاق ورفقة جابوا ولدين، والولدين كانوا توأم، ورغم أنهم كانوا توأم كانت الفروق كبيرة جدا في بين توجهات الواحد وتوجهات التين. واحد يميل للهدوء للبيت، واحد محبوب جدا من أمه لهدوءه، والتاني رجل حقل ورجل صيد، رجل رجل بمعنى كلمة راجل يعني في المفاهيم بتاع ذلك الزمان، وكان البكر. حسب التقليد البكر له مكانة خاصة وله امتيازات عديدة من جهة البركة، من جهة الميراث وغيره من بعض الأمور. البكر كان عيسو، واللي جه بعديه على طول اللي مسك في كعبه كان يعقوب. ربما يعقوب يجد قبولا عند الله أكثر، وبالتأكيد كان يجد قبولا عند أمه. ربما لو سألنا ربنا تميز من فيهم وتبارك في من فيهم أكثر كان قال لنا يعقوب، إنما نسيب ربنا هو اللي يشتغل. طب أنا كأب أنا كأم مفروض أتعامل مع من حولي بلا تمييز، زي ما الكتاب علمني وقال المحبة بلا تمييز. للأسف القصة بتقول غير كده خالص، بتؤكد وجود التمييز في المعاملة. تعالوا نشوف برضو من خلال الكتاب خطورة التمييز في المعاملة بعد استعراض القصة، ونشوف هل ممكن نميز ومين نميز والامتى نميز. نشوف الحكايه دي مع بعض. البدايه ان رفقه كانت موجوده في مكان اسحاق بيكلم ابنه عيسو البكر، وظروف اسحاق في الوقت ده كبر في السن، شيخ ما عادش بيشوف. يقول الكتاب عنه كلت عيناه، يعني حاسة أساسية عنده بدأت تضعف. اللي بيكبر عينه هتضعف ودنه تضعف شوية، يعني هلاقي العديد من وإذا كان عنده بعض الأمراض الأخرى ممكن حاسة اللمس تضعف نسبية، يعني الحواس بتبدأ تضعف. قال الكتاب وحدث لما شاخ إسحاق وكانت عيناه وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني. قال له هأنذا، برضو ابنه مطيع وخاضع. قال إذن قد شخت ولست أعرف يوم ما وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك قوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا. برضو هنركز شوية على العبارات عشان هتبقى فيه كده عبارة تتحط قصاد عبارة بعد شوية. واصنع لي أطعمة كما أحب وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن تموت. هو هيديله البركة هيديله البركة، إنما برضو حتة البركة المشروطة بالتعب، مشروطة بالجهد، مشروطة بالحب، يعني لازم الواحد يعطي عشان ياخد. واضحة قوي في القصة هنا.
يقول الكتاب لحد كده الامور ماشيه كويس. يقول الكتاب وكانت رفقه سامعه. إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة، أول ما قال وكلمة وأما يعني في حاجة غريبة هتتعمل، زي اللي واحد يجي يكلم واحد كده يقول له أنت أنا بتفق معك في الرأي وكل حاجة ممتازة، ولكن أعرف أن اللي جاي بقى مخالف للأولين. فهنا أول ما قال الكتاب وأما رفقة هنشوف بقى الحكاية. فكلمت يعقوب ابنها قائلة، ده ابن مامته بقى يعني، وابن مامته دي حدث فيها ولا حرك. تخليني أطلع برا الموضوع ليه، بس ابن مامته ده على فكرة ما ينجحش في حياته، اللي ماسك في ديل مامته ده على طول ده ما يتحملش المسؤولية، ما يبقاش راجل بيت، أنا ابن مامته. فهو يا ماما يبقى الواد ده ابن مامته يعني، خلي بالكوا شوية. عندي قصص أطلع بها كتب تحت عنوان ابن مامته، بس خلينا بين عن القصة، خلينا معرفة بس. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتني بصيد وإصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. حكت القصة ليعقوب، مفيش مشكلة. فالآن أوامر يا ابني، كما لو كانت أنا مش ابنها، فالآن يا ابني اسمع لقولي. إيه ده؟ فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا أأمرك به. كلمة أأمرك به دي قبل ما اتعرف على يعقوب في القصة هنا واضح ان هو انسان طيب، واضح ان هو مش هيبقى مرتاح لكلام امه يعني. فاللهجة لهجة قاطعة، وفيما انا بشوف انها لهجة قاطعة بستنتج ضمنا انه راجل امير ما عجبوش الكلام ده، فعشان كده ترجع تقول له الآن، لهجة قاطعة من جهة التوقيت، اسمع لقولي، ما فيش فرصة رفض، وعشان تأكد ان ما فيش فرصة نقاش ما أأمرك به. سلطان الأم على ابنها الطيب. طب هيعمل ايه الراجل؟ قالت له اذهب الى الغنم، ما هو بيشتغلوا في الرعي، وخذ لي من هناك جديين جيدين. طب يعني ليه مش خروفين؟ الخروف اغلى واسمن واحسن، اشمعنى يعني قلت له جدي مش خروف يعني؟ ما اصل الراجل اللي راح يصطاد ده هيصطاد ايه؟ غزاله. ست بتفكر ايه اللي لحمه هيبقى قريب للغزال شويه اكتر، اللي مليان دهن ولا اللي قل شويه في الدهون؟ لا، هات لي جديين. مش كده وبس، هنشوف ايه اللي جاي بعد شويه، لماذا كان الجدي بصفه خاصه. قالت له هات لي جديين جيدين من الماعز فاصنعهما اطعمه لابيك كما من يكمل يحب. نرجع للي فوق، قال له ايه؟ قال له اصنع لي اطعمه، ده الراجل بيقول لابنه كما احب. هي قالت له هات لي الجديين عشان اعمل لوالدك الاكل اللي بيحبه، عشان يبقى ايه؟ عشان يتعمل اكل غريب غير اللي بيحبه، تبقى يكشف الموضوع. ليس حبا في الراجل، ولكن تاكيدا ان نفس الاكل اللي كان طالبه من ابنه عيسو هو اللي هيتعمل. فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. في الأول قال له إيه؟ حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. نفس القصة، خدت كلامه وعكسته بالنسبة لابنها. اكتشفنا من اللهجة من غير ما نسمع كلمة ليعقوب
انها لهجه امره تعبر عن ابن طيب كان لازم تستخدم معاه الامر والفور علشان ايه يسمع الكلام ده ويعمل الكلام ده. طب تعالى نشوف ردوده، هنلاقيه برضو راجل طيب. فقال يعقوب لرفقه امه: هوذا عيسو اخي رجل اشعر وانا رجل املس، ربما يجسني ابي فاكون في عينيه كمتهاون واجلب على نفسي لعنه لا بركه. رجل مبروك، مش عايز يعني اخسر بابو ليه؟ لا انا ما احبش ان انا ازعل ابويا يعني. شوف الام بقى لما ايه العاطفه تنسيها كل قيم، بل العاطفه تخليها ممكن تضحي بحاجات غاليه جدا من اجل ابنها اللي متعلقه بيه. عاطفه الامومه دايما زياده. اقوى عاطفه عند الام عاطفه الام، عاطفتها تجاه ولادها. ما تزعلش مني اكتر من عاطفتها تجاهك، وعيش الواقع وقبل كده يعني. هي دي المراه يعني، خلي بالك وما تقولهاش انا يا ابني ولا انا يا بنتي، خصوصا يا ابني انا لا انا يا ابني، ما تقولهاش، ريح نفسك يعني. المهم نرجع للقصه، يدرس كده من تحت لتحت يعني. المهم فقالت له فقال يعقوب لرفقه امه: هوذا عيسو اخي رجل اشعر ولا اخر، ربما يجسني فاكون في عينيه كمتهاون واجلب على نفسي لعنه لا بركه. العاطفه يا خلتها تقول ايه بقى؟ فقالت له امه: لعنتك علي يا ابني. محبتها لابنها هتعرضها هي للخطر وتاخد اللعنه اللي ممكن تصيب ابنها. وبرده بالصيغه الامره كانت قويه الشخصيه، طبعا كانت قويه الشخصيه بدليل انها قدرت تسيب اهلها عشان اسحاق اللي ما شافتوش. قالت له: اسمع لقولي فقط واذهب خذ ليا. المهم الراجل ذهب واخذ، بيختصر بقى كتاب الكلام مش هيكرره، ذهب فين؟ عند الغنم، واخذ ايه؟ الجديان، واحضر لامه، فصنعت امه اطعمه. تاني كرر الكلام كما كان ابوه يحب. واخذت رفقه ثياب عيسو ابنها الاكبر الفاخره. هحكي لها شويه دي، خلينا نشوف قدام حكايتها. اخذت ثياب عيسو ابنها الاكبر الفاخره التي كانت عندها في البيت، والبست يعقوب ابنها الاصغر، والبست يديه وملاست عنقه جلود جديي الماعز. عرفنا ان الماعز بقى دلوقتي مش خروف. اولا عشان لحم الماعز يمشي شويه مع لحم الغزال اللي هيجيبه او غيره، وفي نفس الوقت الفروه ناعمه لها شهر شعر ناعم، هتوضبها وتحطها فيبقى حاجه عجيبه جدا. ده بتفكر في كل حاجه عشان ابنها اللي بتحبه، ابن مامته. المهم يقول الكتاب بعد كده: وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. هنا محبة في تمييز، ميزت الابن عن الآخر. بس أنا مشكلتي هنا مش بس المحبة المميزة، هنا الأكثر القدوة السيئة. مش بس القدوة السيئة، الأم اللي تدفع ابنها للغلط. تاني مش تميزه بس، تدفعه للغلط. يعني هنا أخطاء الأم تعالوا عدوها معايا: لم تكن أمينة لزوجها، لم تكن محبة لولادها في تمييز، فرطت في البركة وممكن تقبل لعنة عشان تنفذ مخططها اللي هي عايزاه، كانت قدوة سيئة لابنها بتتصرف بأسلوب غير روحي قدام ولادها وتعسرهم. الأكثر من كده دفعت ابنها للخطأ بل إلى الأخطاء، وحنشوف ما هو أكثر بعد ما نكمل القصة. هنا حبايبي دخل يعقوب
وراح على أبوه وقال يا أبي. فقال هنا ها أنا ذا. ده بيقول له يا أبي. قال له من أنت يا ابني؟ سهم عدتش بشوف بس السمع لسه موجود. السمع مش مية مية يعني، إنما برضو بقدر أميز إن الصوت ده عليه علامة استفهام. أنا ما كلمتش يعقوب ابني، ما طلبتش منه حاجة، أنا طلبت عيسو. هو مين اللي بينادي علي؟ فقال له من أنت يا ابني؟ حاجات بقى يعقوب ما كانش عامل حسابها خالص، كان فاهم هيخش ويحط له الأكل ويأكل ويبارك، ومش دريان أن الشيطان حطه في طريق مليان عقبات ومليان أخطاء. وطبعا لأنه عمل خطية غش، دايما الخطية تتغطى بخطايا الكذب، يعني الكذب دايما خطية تالية. تعال نشوف القصة بقى. فقال يعقوب لا أبي، عد ورايا الأخطاء لو سمحتوا، أنا عيسو. أول كذبة شغل العداد بكرك عشان يأكد أنه عيسو، فأكد له قال له البكر عشان يبقى مطمن. أدي نمرة اتنين، قد فعلت كما كلمتني. أنا لا كلمتك ولا طلبت منك حاجة. أدي تالت كذبة عشان يغطي أموره، قم واجلس وكل من صيدي. رابع كذبة، لكي تباركني نفسك. أربع أخطاء، أربع خطايا كذب في مجرد من أنت يا ابني. لاحظ نوع من التشكيك، قال له أنا عيسو بكرك، فعلت ما كلمتني، كل من صيدي لكي تبارك نفسك. وبعدين فقال إسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ في فرق بين يجيب من الحظيرة معزتين وانه يطلع للجبل يصطاد، هتاخد وقت أكيد. زي بقى ايه اللي عاوز يكذب ويأكد الكذبة يروح مدخل ربنا في الموضوع، زي واد يكذب وبيكذب يحلف. خدين بالكم بقى كذبتين في كذبة عشان يأكد راح دخل ربنا في الموضوع. هنا قال له ايه بقى لما قال له ايه اللي انت اسرعت لتجد يا ابني؟ قال له ان الرب الهك قد يسر لي. دخل ربنا وان ربنا ساعده في الصيد. لحد دلوقتي خمس كذبات، بند الكذب بس لقينا في خمس. بعدين يعقوب قاعد يسمع الكلام، الكلام ماشي مع التسلسل بتاع القصة، ماشي بتسلسل ومنطق مع اللي طلبه من ابنه عيسو. الكلام ده ما تقالش غير لعيسو. طب وبعدين ما يكونش عيسو؟ طيب انا دلوقتي قدامي حستين، حاسه ما بتشتغلش وحاسه بتشتغل شويه، حاسه البصر مش شغاله وحاسه السمع شغاله، طب اعمل ايه عشان احسم الموقف؟ اشغل حاسه ثالثه ترجح لي واحده من الاثنين؟ ايه هي؟ تعالوا نشوف. قال له اسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني. شفت الدهاء بتاع الست؟ خططت لكل حاجة، هيعمل ايه قدام حاسة اللمس؟ لا هتبقى ترجع حتة ان ده يبقى يعقوب، ان ده يبقى عيسو. قال له تقدم لأجسك يا ابني، أنت هو ابني عيسو ولا لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب
ولكن اليدين يدي عيسو. أصبحنا دلوقتي حاسة معطلة وفي حاستين متعادلتين. إيه هما المتعادلتين؟ اللمس عيسو والودن إيه؟ يعقوب. تعالوا نكمل القصة. قال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يداي عيسو ولم يعرفه. حاسة شككت التانية لأن يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه. طب باركه صحيح، بس هل الشك خرج منه؟ باركه صحيح بس من قلبه. الراجل اللي حاسس ان البركه مش قادره تطلع يعني. وقال هل انت هو ابن عيسو؟ لسه شاكك. تيجي الكذبه السادسه، قال له انا هو. فقال له قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فتقدم له فأكل. يعقوب بقى بدأ ايه يتصرف بالاسلوب الغير روحي بقى. قال لك اما اسقي خمر بالمرة وانهي الموضوع. الراجل يفوق كده، مش يفوق طبعا يعني، يروح يعني الدنيا تخلص يعني. واحضر له خمرا فشرب. إنما برضو الخمر ما أثرش فيه، ضميره بيتحرك جواه، هو ولا مش هو؟ يقول لنا الكتاب فقال له إسحاق أبوه. وده وريك برضو الدهاء اليهودي. الست عندها دهاء يهودي، أو احنا في أمريكا نقول ذكاء يهودي زي بعضه. وهو نفس القصة رغم سنه. ليه بقى؟ بس برضو العبارة اللي حولها دي تعبر عن أدب جم عند إسحاق. تعال شوف فين الأدب الجم. فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني. أظهره كما لو كان هو، يعني إيه محتاج بوسة من ابنه. هو مين اللي هيبوس التاني يعني؟ تقول تعالى أقبلك يا ابني عشان تعبت. انما تعالى وقبلني يا ابني، دي عايز بقى يعني حاجه تانية الراجل، بس مش عاوز يجرحه فيه. ما البركه طلعت وخلاص. فتقدم وقبله. اللي ورا القبله. فشم رائحه ثيابه وباركه. عرفت قصه التوب؟ شفت الست كانت مخططه ازاي؟ نرجع لها تاني بعد شويه. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة. طب يا ستي لما أنت عايزة تلبسيه ثياب عيسو، لبستيه ثياب عيسو الفاخرة ليه؟ حد فيكم يقدر يستنتج معايا القصة دي؟ استنتاج بحت، الكلام ده ما يتقراش في كتب. ليه يعني؟ أنا هقول لكم ليه. حضرتك قميصك بيتغسل كل قد إيه؟ ممكن بعد كل لبسه. واي ريحه عرق في القميص هتروح في الغسيل، مظبوط؟ طب ولو عنده بدله هيغسلها كل قد ايه؟ حتى ان ريحته في البدله زي ما هي مستمره لانها ما بتتغسلش. فاللبس الفاخر بتاع عيسو مش هيتغسل، ده لبس مناسبات هيبقى عليه ريحه عيسو. فشفت الذكاء بتاع الست؟ لبسته اللبس الفاخر اللي عليه ريحته متوقعة. يا فهمة، ما في ست مش فاهمة الراجل. على فكرة انت تفهم بكتير 10% من مراتك. وهم الستات دول في عمق كبير وانت بالنسبة لها مكشوف 100%. هتخش من الباب هتقراك وتحللك وتفهم وراء كل حاجة. انا بعرفك الحقيقه عشان هو تفكر انا بقول على عيسو يعقوب، انا بس كل شيء بطلع لكم دروس في السكه. فخليك دقيق جدا في التعامل معاها، هي بتركز على الدقائق الصغيره وقريت كويس. نرجع تاني للموضوع. المهم عشان كده لبسته التوب الغالي، بالذات اللبس الغالي
عشان عارفه جوزها بيفكر ازاي، لبسته البتاع اللي عارفه جوزها هيعمل ايه، وحلبسته اللبس عارفه جوزها هيعمل ايه. وبعدين قال له قبلني يا ابني، فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال له يا ابني رائحة ابنك رائحة حقل، قد باركه الرب. وقعد بقى يقول الخيرات والبركات. هنا أول نقطة، الزوجة لم تكن أمينة في التعامل مع زوجها، والزوجة كانت أيضا مع أولادها تحب واحد دون الآخر، والزوجة لم تقدم ذاتها قدوة لأولادها، والزوجة أيضا لم تحسب حسابات ردود أفعالها تجاه بيتها. ما هو الستات برضه، وأنا هقعد أخبط في رجالة وبس، يعني كتير قوي الستات تحركهم العاطفة، ومع العاطفة الجياش عندها ما تفكرش شوية في ردود الأفعال، تندفع بعاطفتها وبمشاعرها وتتكلم بأحاسيسها بانفعالات. طب انفعالاتك دي هتطفش راجل، الراجل اللي يحب النكد ولا النكدية؟ اضبطي نفسك عشان الامور تمشي صح، اتكلمي بهدوء، اتكلمي بمنطق، اتكلمي بواحد اتنين تلاتة، مش بالدموع والصريخ لا خلي بالك. المهم نرجع تاني للموضوع، ما حسبتش ردود الافعال. ردود الافعال جميعها مدمرة لكل افراد البيت بدون استثناء بما فيها هي. تعالوا نبص كده، اول رد فعل، رد فعل على اسحاق في شيخوخته. يقول الكتاب عن اسحاق، فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا. ارتعدت ليه اسحاق؟ كانش يتخيل ابدا انه في نهايه حياته يتخدع كل هذا الخداع، سواء من ابن يعقوب او من وراء يعقوب. معقول كده؟ برضو ارتعد ارتعاد عظيم جدا، شعر انه اعطى من لا يستحق حق الاخر. مش صعبه، مش سهله كده. صور واحد كده نتيجه معلومات خاطئه راح كاتب كل ممتلكاته لابنه، ويفتكر يكتشف ان ابنه ده اللي كان فاهم انه بيحبه ده ابنه اللي هو غش وضحك عليه. مش صعب جدا. فارتعد ارتعادا عظيما جدا، ارتعد ارتعادا عظيما جدا لانه لم يحقق الاراده الالهيه حسب نظره ان البكر هو اللي ياخذ البركه. ارتعد ارتعادا عظيما جدا لانه حس انه كان اداه ظلم هذا البكر. ده من جهه اسحاق. تعال بقى شوف رجل الصيد القوي حصل له ايه. ثلاث ردود افعال. اول رد فعل على عيسو، يقول لك لما فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخ صرخه عظيمه ومره جدا. الاولان ارتعد ارتعاد عظيم جدا، الكتاب مش قادر يعني يفسر، فبيحط جدا كتير عشان يوضح جسامه رد الفعل. اسحاق ارتعد ارتعادا عظيما جدا، وعيسو صرخ صرخه عظيمه، مش كفايه، فقال ايه؟ ومره جدا. ده أول رد فعل. تاني رد فعل الرجل القوي عيسو ده اللي حس بالظلم، يقول ورفع عيسو صوته وبكى. الجبار بيبكي بالظلم. يا ريتها على قد إحساس بالظلم وصريخ وعياط، لا، في الأمور أخطر من كده. هيتعامل مع أخوه إزاي؟ المحبة اللي بتمييز دي هتحط حاجز رهيب بين الاولاد وبعضيهم. انت بتمييزك للواحد كرهت التاني فيه من غير ما تحسي، انت حطيتي حاجز طول الحياه بينهم. يقول لنا الكتاب في هذا الامر كنتيجه لهذا التمييز، فحقد عيسو على يعقوب من اجل البركه التي باركه بها ابوه، وقال عيسو في قلبه قربت أيام مناحة أبي. الراجل طيب على فكرة، أنا بس هصبر شوية لما الراجل يموت، أنا مش هسبب له جراح زي ما أخويا سبب له وزي ما أمي سببت له،
رغم مظهره القوي إلا أنه كان أكثر عاطفة وأكثر حنوة بأبيه. عشان كده مش ممكن نلاقي واحد كله شر ولا واحد كله خير. ما نحكمش على حد بأنه شرير كده على طول شر مطلق هنلاقي فيه خير دايما كده. طب قرر إيه الراجل بقى؟ قال فأقتلوا يعقوب أخي. أدي النتيجة. رفقة بتحب يعقوب هتسيبه يموت هتعمل إيه؟ برضو عمل التمثيلية كده إن يعقوب مضطر يسيب البيت ويسافر بعيد عشان يتجوز من عند خاله لبان، زي ما احنا اتجوزنا وانت يا اسحاق جيت لي وبعت لي وخدتني من عند اهلي، برضو هو كمان هيروح يتجوز. ده كلام. وماذا كانت النتائج؟ يعقوب بسبب امه وحتى مماته يشرب من نفس الكأس، كأس الغش والخداع. ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. عاوز يتجوز رحيل الأحلى يفاجأ إنه بيتجوز لئة الأوحش. وعشان يتجوز رحيل يبقى بدل ما اشتغل 7 سنين اشتغل في مزلة 14 سنة. ويريت على كده وبس. تنه هربان من وجه أخوه لحد ما فوق قالوا الحق أخوك جاي. ونشوف يعقوب يترمى عدة مرات في الأرض في التراب قدام رجل أخوه ملتمسا العفو. ليه المزلة دي؟ وللأسف ياريت بس شرب من نفس الكاس ده، شرب من نفس الطباع وشرب من نفس المسلك وشرب من نفس الطريقة في التعامل من أمه. أمه ميزته عن أخوه. طب هو عمل إيه مع أولاده؟ واحد يقول له هو كان يعقوب ما يستاهلش يتميز. لا يستاهل إنه يتميز، بس سيب ربنا ميزه بطريقته. هو بنفس الطريقة ميز يوسف عن إخواته. البعض على فكرة بيتخيل ان التمييز كان مجرد لون قميص. لا يا جماعه لا مش كده. اما يقول يوسف والقميص الملون عشان برضه تبقوا عارفين القصه، ما كانش في زمان قمصان مخططه ولا اصفر ولا اخضر ولا احمر، الكلام ده ما كانش موجود يعني. شكرا يعني. اصلها بلديات وبتاع يعني. المهم فاللي حصل ايه؟ عايز تفهم انزل في الريف المصري وخاصه في صعيد مصر. الراجل اللي بيلبس قميص يعني عارفه يلبس ايه قميص؟ الجلابيه اللي بيلبسها الفلاح تلاقي بعد الظهر لابس جلابيه مخططه كده وملونه وطويله وحاجه يعني، وهو في غيطه لابس ايه؟ لابس حاجه دمور كده يعني قماش رخيص بس قوي، تلتين كم وكده لحد بعد الركبه بحاجه بسيطه. ليه؟ هو عاوز يمسك الفاس، فلو كم طويل هيعكسه ولو جلابيه طويله تعكسه، فيقدر يعدي الأناية ويقدر يفحر يعزى زي ما بلغة الفلاح. ده القميص اللي بيتكلم عنه، قميص من قماش رخيص مش مسبوغ، خيط خام زي لون الدمور بتاع زمان. إنما لما القميص ده يتحط في صبغة ما ينفعش بتاع شغل، ده بتاع عياقة بقى وبتاع بيت. ده معناه بقى مش تمييز بلون القميص، ده تمييز بالعمل او عدم العمل. خلي بالكم ما عندوش لبس شغل يعني، عنده لبس بيت. والدليل على كده تفتكروا معايا لما اخواته راحوا يرعوا غابوا كان يوسف فين؟ في البيت. صحيح هو رجل امير جدا وكان انسان روحي جدا وبيحب اخواته جدا، ولما ابوه قال له روح حاضر، ولما ما لقاهمش كان ممكن يرجع، ده قاعد يسأل لحد ما وصل له. هو يستاهل التمييز، انما احنا مش هنميزه على حساب اخواته. والنتيجه انه عمل زي ما امه عملت وميز واحد عن اخواته. والنتيجه برضه شرب تاني من كاس التمييز، وشفنا اخواته ولاده خدعوه زي ما هو خدع ابوه.
وجابوا له قميص يوسف ملوث بالدماء على انه مات، وهم اتاروه اتاريهم باعوه للتاجر الاسماعيلي. التمييز ادي نتائجه حقد، ادي نتائجه عنف، ادي نتائجه مذله، نتائجه كثيره جدا. عشان كده حبايبي الكتاب يطالبنا يقول المحبه بلا تمييز. طب واحد يسالني يقول لي يعني الوصيه دي وصيه مطلقه بلا تمييز على خط مستقيم على طول؟ اقول لك ممكن التمييز، ولكن التمييز الموضوعي وليس الشخصي. تاني، التمييز الموضوعي وليس الشخصي، يعني تمييز الشخص لاحتياجه للتمييز وليس لاستحقاقه للتمييز. تاني بقى، أميز المحتاج للتمييز وليس المستحق للتمييز. يعني الكلام ده باختصار، يعني واحد في المدرسة مش مظبوط، واحد أشطر أميز في من فيهم، أو بمعنى أدق أهتم بمن فيهم، أرفع معنويات من فيهم، أدي وقت أكتر لمن فيهم، أدي تشجيع لمن فيهم الأقل، أميزه بالوقت وبالجهد وبالمشاعر وبالتشجيع هيوصل لمستوى أخوه. لو ميزت أخوه المتميز بطبيعته يزداد تميزا وأخوه يزداد تخلفا. إذن أميز المحتاج أكثر مما أميز المستحق. طب واحد يقول لي طب يعني المستحق ده مش أميزه؟ هقول لك حاجة لطيفة، ميزه بس في غياب أخوه، ما لازم برضو أشجعه. بمعنى لو ميزت المميز او الشاطر او الهادي او اللي بيجي الكنيسه او قدام اخوه اللي بيعمل عكس كده، اكني بميز ده واعاقب ده، بقى تمييز وعقوبه في ان واحد. فعلى الاقل اميز دون عقوبه، اميز دون رد فعل سلبي على التاني، الحكمه تقتضي كده. برضو انا اميل للتمييز المؤقت وليس الدائم لوجود اسباب لهذا التمييز. يعني مثلا ماما مضطرة جابت طفل، مين اللي هيهتم بالطفل الرضيع ده؟ ماما اكيد هتدي له وقت اكتر من اللي عنده 3 4 سنين، ده اكيد مضطر لتمييزه، بس الى ان يبدا يتحرك ويبقى اندبندنت، يعتمد على نفسه. بس في نفس الوقت ماما اللي بتميز طفلها الرضيع ده او الصغير لسه اللي محتاج كتير ده، تراعي في البيت ده يراعي امرين، الامر او 3 امور خلينا نعدهم كده. الامر الاول قدر الامكان مش قدام اللي اكبر منه اللي بيتحرك. الامر الثاني تشرك الاكبر في تمييز الاصغر. ماما الشاطره اللي تخلي البنت الاكبر تهتم باخوها الاصغر، ولما تعمل لاخوها الاصغر حاجه يا سلام تهلل لها واكنها عملت اللي ما يتعملش وتكافئها وتمتدحها، فهي تحب تميز اخوها من اجل المكافاه ومن اجل انها بدات تشعر انها بقت ماما صغيره. دي خلتها هي تشاركني في هذا التمييز، وما تتعبش لتمييزي للطفل ده لانها معايا فيه بتشارك فيه. اقول لك حاجه ثالثه بقى، إذا كانت الأم مضطرة أن تميز الأصغر، طب وماذا عن الأب؟ ينبغي أن يكون كل تركيزه للأكبر. بيحصل حاجة غريبة جدا، الأب بيبقى جاي من بره والطفل اللي عنده 3-4 سنين سمع صوت العربية، حتى لو البيت عالي عارف حركة رجل بابا، عارف توقيت مجي بابا، فيعني مش لاقي نفسه مع أمه، يبقى متلهف لأبوه ومستني أبوه عند الباب. أبوه يخش يتكعبل فيه وعاوز يجري على الواد الصغير اللي لسه النغش اللي عنده كام شهر. بابا احذر. عايز أقول لكم شيء خطير جدا يا جماعة، في كتير من الأسر، وهذه حقيقة وواحد ينفيها، في كتير من الأسر نلاقي الابن الأكبر
أقل في القدرات الدراسية والنفسية من الابن الأصغر. وإذا كان ده مش موجود يبقى الأم والأب دول بيربوا عيالهم صح. ليه بقى؟ هقول لكم. الابن البكر وخاصة لما يكون ما فيش حد في العيلة، هو أول بكر في العيلة كلها، الدنيا كلها مهتمية بي، خد حب ما بعد حب، وأول عيد ميلاد كان فيه يعني إيه الدنيا كلها بتحتفل بعيد ميلاده، وكم الهدايا اللي جات له، إيه ده كله. تاني عيد ميلاد ما حدش حاسس بيه، لقى الطفل الجديد خد كل المشاعر كل الوقت. المشكلة أكبر بقى لما بتكون الأكبر أو البكر بنت، لأن طبيعة البنت العاطفة أعلى شوي. الولد الأكبر لما يهتم بالأصغر، ماما تخش على طفلها الصغير اللي نايم ده، تلاقي الولد فيه علامات كده حمراء، هو إيه في إيه؟ هو عندنا حشرات بتقرص؟ عندهم حشرة بتمشي على رجلين اتنين، ماما تطلع من الغيز؟ ولو مش قادر يعمل ده، نلاقي الأكبر ده يكسر، أو تجيه نوع كده حاجة غريبة، ينقص سنتين فجأة، يتصرف تصرفات الطفل الرضيع في كل شيء، صابعه تحط في بقه، ويعيط قبل ما ينام، ومش عاوز ياكل. ومش عاوز ياكل ليه؟ عايز حد يتنه جنبه يأكله. اشمعنى أختي اللي عندها شهور ماما بتأكلها؟ ويتنه يعمل تصرفات أوحش من كده. يبقى في حاجات لا إرادية زي التبول لا إرادي، ما كانتش كده، أنتوا السبب، ما خدتوش بالكم منه، الجديد خدكم منه، ودي النتيجة. يولد فيه عنف حتى في التعامل مع الحياة العادية في أي حاجة في البيت، ما كانش بيكسر بدأ يكسر. احنا في مصر نحس بقى دي شوية في الولد، أيام ما كان الجزم جزم جلد زمان، نعرف الواد اللي في مدارس الأحد اللي أهله مش مهتمين بيه شوية، دايما وش الجزمة بتاعه متاكل من غيظه، أي حاجة يشوفها في الشارع يشطها، مش من لعب الكرة، ما بيلعبش كرة، ده طفل عاوز ينفس، ويا ويل لو في قطة في البيت، يحط كل غلبه في القطة، ما يقدرش على الكلب قوي برضه يدور على القطة. كل ده في خلل في التربية. البيت هنا ما خدش باله إن الأكبر اتسحب منه التمييز اللي كان موجود. أحبائي لا تكون المحبة بلا تمييز، لا تميز ولد عن آخر ولا ولد عن بنت أو العكس، ميز في غياب الآخر، اشرك الأول في تمييز الثاني. إذا كان الأب مضطر يميز شخص أو الأم مضطرية تميز الأصغر، يبقى الأب يميز الأكبر. هذه بعض الملاحظات اللي لازم نراعيها، واسمحوا لي أقول لكم الكلام ده يتعمل على كل المستويات. يعني حتى أبونا الكاهن في الكنيسة، في طفل كده ألاقي عند أبونا في الكنيسة يجري على أبونا يحضنه، الأطفال دايما واخدين على الأحضان، فتلاقي أبونا بيحب الواد ده قوي، فإيده اللي بتتمد بالقربانة أول ما شاف ده راح بددها مترين قدام عشان يدي الولد ده، والثلاث أربع أطفال بصوا كده، أو حتى أكبر، أو في حاجة هتتعمل، أو خده في حضنه، أو حتى لو الولد ده ترمى في حضنك مش انت اللي خدته في حضنك، لا اراديا ابونا على طول يروح مادد ايده في واخد ده في حضنه وده في حضنه يساوي بينهم. حتى على مستوى الخدام، الخدام بيعملوا لنا مشكله كبيره جدا في تمييز واحد لانه متميز في الفصل، ويعاقبوا الولد الثاني الشقي اللي في الفصل. ارجوك اوعى لا تعاقب واحد قدام المجموعه ولا تميز واحد بصوره واضحه امام المجموعه، خلي تمييزك أو توجيهك بعيد عن المجموع. إذا كنا عايزين نربي نشأ سوي يبقى لتكن المحبة بلا تمييز. نكتفي بهذا القدر، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها دائما أبديا.